ندخل بقى في الموضوع على طول. هم 48 ساعه اللي بيفصلونا عن الظهور الاول للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. الاهلي الفريق العالمي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، اللي دايما مشرفنا، وهو ايضا ممثل الكره الافريقيه. يوم الخميس الجاي ان شاء الله هنكتب تاريخ جديد لكونه تاني اكتر الانديه مشاركه في كاس العالم للانديه. هو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه دايما. دائما ما يبحث النادي الاهلي عن المعالي وعن تحطيم الارقام القياسيه ومنافسه ومناطحه الكبار. بعثه محترمه بيرأسها كابتن محمود الخطيب بتلقى حفاوه غير عاديه واهتمام اعلامي كبير، طبعا بيدل على شعبيه النادي الاهلي الجارفه في كل مكان. يعني اقول لك اكبر دليل على كلامك بعثه النادي الاهلي امبارح ان هي كمان قامت بتسليم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قامت بتسليم قميص النادي مزينا هنا بتوقيع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثة الفريق ده في كأس العالم للأندية عشان يوضع في متحف الفيفا بقسم كأس العالم للأندية تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم وبصفته أحد أبرز هنا أساطير الكرة في العالم والقارة الأفريقية، رئيس كمان وإن هو رئيس أكبر نادي في القارة نادي القرن. من جانبه بقى قام الكابتن محمود الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح، حاجة يعني خليني نقول كده في منتهى العظمة حقيقي، حاجة في منتهى الفخر إن إحنا بنقول إن الأهلي بيضع في كل مكان بعيد جدا عن أي منافس داخل القارة، بيضع كده يعني صورة، بيضع زي ما بتقول كده بصمة، حاجة أكيد أكيد بتشرفنا كلنا كأهلاوية، يعني كنا سعداء بالمشهد ده فعلا. جدا جدا جدا. برضو عشان نطمن حضراتكم، الفريق اتدرب امبارح بشكل ممتاز، كل الأجواء كانت رائعة، وكمان الجهاز الفني والطبي اطمنوا على محمد هاني اللي شارك في التمرين الجماعي، وكمان شارك حسين الشحات في المران الجماعي اللي اشتمل على جزء بدني وكمان تدريبات الكرة. طبعا الكلام ده حصل بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وبعد إجراء مسحة طبية للبعثة بالكامل، وكل قائمة جاهزة إن شاء الله لأول لقاء أمام الدحيل، أولى مباريات النادي الأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز إن شاء الله. أكيد يا كريم، كلنا ثقة في قائمة الأهلي بتضم 23 لاعب والأعلانها الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصريحات لاعبي الأهلي كمان كلها واستعداد لمواجهه الدحيل، وخلينا نقول لها صوت هنا داخل بقى البعثه بيعلو عن المباراه الاولى ومطالبتهم بمسانده اكيد اللاعب رقم واحد. بالنسبه لينا اعتقد اللاعب رقم واحد هو هنا جمهور الاهلي العظيم في كل مكان اللي دايما بيدعم الفريق بتاعه في الحلوه وفي المر، دي حاجه نقطه او نقطه كويسه.